بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله شباب، مع مسألة فيها حيلة بسيطة أو صعوبة بسيطة أثرت على الشباب أثناء الكويز. امشي ناخذ المسألة هذه، نستهدي بالله وإن شاء الله تعالى يتضح لكم إنها إيش، إنها سهلة جدا. Saturated water vapor at 50 degrees Celsius has its pressure decreased to increase the volume by 10% keeping the temperature constant. سطرين وكلمة مليئة بالمعلومات، امشوا نفككها خطوة خطوة. أول شيء نأخذ لنا state one، قال لي saturated water vapor at 50 degrees Celsius. زي ما تعلمنا في الكلاس يا شباب إنه نبدأ بالرسم، وبما أنه قال لي تي حتساوي 50 درجة مئوية، فأنا أرسم التي في دياجرام. أوكي، وأهو هذه 50 درجة مئوية، وأنا هنا في الساتوريتد فيبر ريجن، وجيد أني أجيب البيسات الخاص بالخمسين درجة مئوية. البيسات الخاص بالخمسين درجة مئوية لو جينا هنا حسب نوعية الجدول اللي عندك، حسب الكتاب اللي تتبعه، حتحصله 12.352. طيب إذا نقول هنا بي سات حيساوي 12. فهذه هي الجملة الأولى، هذه برضو بقى تتعلم معي استراتيجية الحل. إيش سووا الآن؟ نقص الضغط. has its pressure decreased. لما نقص الضغط معناته باك تفكر الآن إن الخط هذا نزل أسفل. أوكي، النيو بريشر بيكون أقل من 12.352، معناته أنا عشان أعرف ستيت 2 اللي هي في 2 فلازم أجيب في 1، وفي 2 حيساوي 1.1 في في 1. فنقول V1 برضو أقدر أقراه، هذا V1 هنا عند الخمسين، حتلاحظ إنه 12.026. أوكي، 12.026 متر تكعيب لكل كيلوغرام. V2 حيساوي 1.1. ليش قلنا 1.1؟ لأنه أصبح 10% زيادة. أوكي، 110%، يعني كم؟ 1.1 في 12.026. هذه لو ضربتها 13.2286 متر تكعيب لكل كيلوغرام. هذه ستيت 2. اوكي، اذا ستيت 2 حتكون هنا. This is state 2، وهذه كانت ايش؟ ستيت 1. فهو الان يسأل عن ماذا يا اخوان؟ اهو بحط لك بالمرسمة. الان هو يبغى الضغط ذا. اوكي، طبعا ديفينتلي انا بكون في السوبر هيتد ريجن، لانه في 2 هنا اكبر من في جي ات 50 درجه مئويه. فحروح فين؟ الى السوبر هيتد تيبلز. جو تو سوبر هيتد تيبلز بحسب الكتاب اللي عندك. نروح الى السوبر هيتد تيبلز، حنلاحظ الآن بسم الله الرحمن الرحيم، ركزوا معي الآن. نلاحظ إن هذه هي 50 درجة مئوية، أتوقع أنكم شايفينها. This is the 50 degrees Celsius، وهذا هو البريشر 0.01 ميجا باسكال، يعني 10 كيلو باسكال. والكورسبوندينج سبيسيفيك فوليوم هنا 14.867، يعني أكبر من إيش؟ أكبر من V2 هنا. V2 هنا جبناه بأنه 13.2286. بينما أول مدخل، هذا اللي لخبط الشباب، أول بريشر في الثيرموداينامك تيبلز أقل كان 10 كيلو باسكال، والكورسبوندينج سبيسيفيك فوليوم الخاص بهذا البريشر شوف كاتب لكم بالأحمر كان 14.67.
طيب الشباب قالوا طيب خلينا نروح للي بعده. لما نروح إلى 50 كيلو باسكال حنلاحظ أن أول انتري هي 81 درجة مئوية اللي هي الساتوريشن تمبريتشر. بعدين المدخل الانتري اللي بعدها 100، يعني أول خط هو 81، الخط اللي بعده كان 100، وقول نفس الشيء بالنسبة للمئة كيلو باسكال. أول خط هنا هو الساتوريشن تمبريتشر 99، شوفت سيسات، واللي بعدها 100. إيش معنى الكلام هذا؟ معنات الكلام ذا إنه المفروض إني قبل 10 كيلو باسكال. طيب كيف نعرف هذه؟ أنا هنا بينما بقية الضغوط اللي موجودة في الجدول واللي لخبط الشباب في الكويز أهي، هذا أكتب لك اللي هو كان شباب اللي هو 50 كيلو باسكال. This is 50 كيلو باسكال، وكانت التي سات حقته 81، 81 درجة مئوية. والمئة كيلو باسكال 150 من فوق ما تنفعك. طيب إيش أسوي الآن؟ ما عندك إنك تسوي انتربوليشن ما بيت أول انتري في السوبر هيتد تيبل والانتري حقت إيش الساتوريتد فيبر داتا من الساتوريتد ووتر فيبر ميكستر. طيب إيش نسوي؟ أهو ترسم كذا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك الآن certain information هنا اللي هو V1 كان ب 12.026 والبريشر المقابل له كان 12.352. بعدين عندنا بعده الspecific volume هذا اللي هو 13.2286 واللي أبغى البريشر حقه ماني عارفه. بعدين يجيني السبيسيفيك وول من هنا اللي هو 14.670 والبريشر حقه كان 10 كيلو باسكال، 10 كيلو باسكال. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم نسوي انتربوليشن. الآن بعد ما سوينا أقدر أشتغل وأطلعها، يطلع البريشر 11.28 كيلو باسكال. إذن هذا المسألة اللي سببت شوية ترك، أرجو أنك تعيد عليها مرتين ثلاثة وبتفهمها بمشيئة الله. أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نتقابل في مسألة ثانية بعد شوية إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.